نهار تنظموا واحد التظاهره رياضيه وطنيه اللي تشاركوا فيها جميع النوادي اللي كاينه في اللي تنضوي تحت لواء الجامعه. ايوا هاد النادي، كاين فيه مشاركين ديالنا ديال الاطفال، وكاينين اللي سميتهم اللي كيمارسوا هاد الهوايه هادي ديال الفروسيه وركوب الخيل. عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم اليوم كاينين عندنا لجنه تاع 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 لي جوري اللي جاو من لا فيدراسيون ديال الخيل. ايوا النهار هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هو اليوم الاول اللي راه كاين فيه الاقبال شويه، لا اقبال مزيان، وشاركوا مع النوادي من الدار البيضاء، مراكش، والنواحي اللي كاينين ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا تنتمنوا من الله التوفيق، وتنشكروا الجامعه الملكيه للفروسيه اللي تراسها مولاي عبد الله، وتنشكروا جميع المساهمين في هذه التظاهره هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتتمنوا هذه التظاهره هذه تعطي واحد الاشعاع لهذه المنطقه هذه والجنوب خصوصا. اون برانسيب هو هوايه في الاول، كتكون هوايه، هي اللي عنده شي هوايه كيحاولوا نسقلوها، كنشوفوا اللي هوايته مجواجده عنده الهوايه وعنده الرغبه وما عندوش الخوف من الفروسيه، ولكن كنحكي كتلقى لي مونيتور الحمد لله كيتبدلوا معاه مجهود، كيحاولوا انهم يسقلوا ذاك الهوايه يوصلوه لواحد المستوى ان شاء الله زوين، من بعد يشارك. والحمد لله عندنا بزاف ديال اللي دوزوا المباريات الفارس نتاعهم، عندنا لي فارس 3، عندنا لي فارس 4، عندنا الدراري اللي مشاو الحمد لله مزيان. اليوم كتنظم عندنا واحد مباراة وطنية اللي كتضم جميع الممارسين سواء من داخل أكادير ومن المدن المغربية، في إطار الاستعدادات ديال الأطفال وباش نشوفوا المستوى ديالهم فين وصلوا، وباش يشوفوا التهم الفرسان ديالهم تهموا في النيفو ديالهم. وهذا راه كيدخل في واحد الاستراتيجية اللي دايرها الجامعة وبتنسيق مع نادي الركاب الأكادير حول توسيع قاعدة الممارسين، وكتعرفوا الدور ديال هذه الرياضة بالنسبة للجانب التربوي والرياضي بالنسبة للأطفال وكذا بالنسبة للكبار. أنا ما ركبتش، صاحبتي ركبت فوق العودة ديالي وصاف. داز مزيان، ولكن لوبتاك نيميرو 1 ما بغاش ديرو حيت هادي شحال ما دارش سو. معليش بغيت نولي شي كافاليير بروفيسيونيل ان شاء الله، و بغيت نقول اركيتكت حتى هو حتى هو داكشي زوين وداكشي اللي بغيت نكون. نركبو نخليو لا بوستور ديالنا، نخليو لا بوستور ديالنا ونشدو العود ديالنا وحنا نتحكمو فيه، ماشي شي واحد اخر ولا هو يتحكم براسو.